يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يبول قائما، وهل هذا الفعل من السنة؟ ليس من السنة لكنه مباح عند الحاجة. ما تقول أنه يسن لي ويستحب لي أني أبول وأنا قائم، لكن يباح عند الحاجة إذا كنت ما تستطيع الجلوس أو المكان نجس ولا تستطيع الجلوس فيه أو فيك شيء يؤلمك ولا تستطيع الجلوس، لا بأس أنك تقول وأنت قائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان للحاجة. نعم.